ان شاء الله يعني هنخلص المؤتمر وهنبدا شغلنا النهارده. هي اللعيبه موجوده في اجازه عشان احنا شغلنا بيبتدي النهارده، مفيش وقت، كل الكلام ده هيتحدد ان شاء الله وهنبدا العمل النهارده ان شاء الله. هنحدد كل الكلام ده وهيعلن ليكم مباشره اي خطوه ننتهي منها ان شاء الله. انتوا اول ناس تعرفوها طبعا ان احنا بيهمنا، واحنا عارفين دور الاعلام واهميه الاعلام، والاعلام برضه هيبقى مهم جدا، وانتوا عارفين ان انا طول عمري بقول الاعلام مهم، والاعلام بيبقى مساند بشكل مهم جدا، ولازم يبقى في تواصل بيننا وبينكم في اي خطوه هتتعمل ان شاء الله، يبقى انتوا عارفينها باذن الله وهتعلن على طول ان شاء الله. احنا مش هنشتغل مع الدفاع بس، احنا هنشتغل مع الناس كلها، هنشتغل مع كل الخطوط، لكن احنا عندنا لعيبه مميزه في الدفاع، وتملي بقول يعني هي دي قدر اي حد بيبقى موجود في النادي الاهلي، لاعب مسؤول اي فرد موجود في النادي الاهلي عليه ان هو يقدم افضل حاجه. فانا عارف ان انتوا بتقولوا ان في مشاكل في الدفاع نتيجه فتره بسيطه، في اوقات كانت اللعيبه دي برضه مميزه وقدمت بشكل كويس وعملت بطولات كنا بنشيد بيهم. هنشتغل مع الناس كلها ان شاء الله باذن الله، وما عندناش مشاكل، عندنا مجموعه لعيبه مميزه ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه نقدر ناخد منهم احسن حاجه ان شاء الله.